السلام عليكم متابعينا الكرام. الكثير من الأشخاص من يبحثون عن تطبيقات لربح بطاقات جوجل بلاي أو باي بال أو أمازون أو ستيم. طبعا طريقة اليوم سنستعمل فيها تطبيق رائع جدا يتيح لكم أن تجنوا هذه البطاقات. الطريقة سهلة جدا، فقط عن طريق تحميل التطبيقات التي يتيح لك التطبيق والعروض التي فيه. طبعا هذا التطبيق يمكنك استعمال اي في بي ان وستتيح لك الربح 100%. وإن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن أترككم مع الفاصل التالي. إذن في البداية سنقوم بالتوجه إلى الهاتف الخاص بنا. طبعا هنا ستقومون بفتح البلاي ستور ثم تقومون بتنصيب هذا التطبيق. قبل تنصيب التطبيق أنصحكم باستعمال أي في بي إن. طبعا هنا سنقوم باستعمال هذا الفي بي إن، وهذا هو اسم الفي بي إن ستجدونه مرفق أسفل الفيديو. طبعا مباشرة ستقوم بتنصيب هذا التطبيق ثم تنقع على كلمة أوفغير. بعد تنصيب التطبيق مباشرة سيفتح معك هذا التطبيق الرائع. طبعا هذا التطبيق يتيح لكم جني بطاقات الجوجل بلاي أو للباي بال أو للستيم وبطاقات أخرى طبعا، لكن هذه البطاقات التي يحتاجها الكثير من الأشخاص ودائما يبحثون عنها. إذن هذا هو التطبيق، لعل بعضكم يعرف هذا التطبيق الرائع. إذن كل ما في الأمر، التطبيق مباشرة سيعطيك 50 نقطة عند عملية التسجيل. طبعا سيعطيك بعض الإكمالات ستقوم بإكمالها في هذه، طبعا خاصة يعني الحساب الخاص بك في هذا التطبيق. كما تشاهدون هذا هو التطبيق. إذا أردت أن تربح 300 نقطة يمكنك استعمال رابط يعني الإحالة الخاص بي، سأضعه لكم أسفل التدوينة. ولكن إن لم ترد أن تربح هذه 300 نقطة يعني يمكنك أن تستعمل هذه الرابط الإحالة. إذا أنت كذلك يمكنك استعمال هذه الطريقة عندما تقوم بمراسلة أصدقائك، تعطيهم رابط الإحالة الخاص بك وهكذا يتسجلون هنا. طبعا أنت هنا ستقوم بوضع رابط الإحالة الخاص بي إن أردت ربح 300 نقطة، وأنت لديك الحرية في هذه النقطة. إذا هذا هو التطبيق كما تشاهدون، سيتيح لك بعض الأشياء التي ستكملها. هنا مثلا ستشاهد هذا الفيديو، تقوم بإكمال هنا يعني تقوم بعملية تفعيل الحساب الخاص بك لأن لم أفعل حاليا، ولكن أنت تنقل على فيريفيو وتقوم بتفعيل الحساب. هذه الطريقة كمثال. هنا كذلك رابط إحالة، هنا يعني الديلي بونيس تتحصل يوميا على بونيس، يعني فوسفري فوتخ بونيس كوتيديان أبخي لا فيديو. طبعا كما تشاهدون بعد هذا الفيديو تشاهد هذا الفيديو مباشرة وتتحصل على البونيس الخاص بك من هذا التطبيق الرائع. كما تشاهدون تطبيق رائع جدا يتيح لك يعني بطاقات جوجل بلاي. الطريقة سهلة جدا، فقط تبع معي هذا الشرح. طبعا كل شخص يحتاج بطاقات جوجل بلاي سأتطرق إلى موقع رائع جدا. طبعا هذا الموقع يتيح لكم أن تتحصل على بطاقات جوجل بلاي دون فعل شيء، فقط ستقوم بإكمال بعض الاستطلاعات. هنا كما تشاهدون هنا يعني يكتمل الفيديو، ست يعني تنبثق لك 5 نقاط في حساب الخاص بك ثم تنقع على كلمة أوكي. كما تشاهدون ستجدون النقاط يعني في الفوق بوينت كارما، هذا تطبيق خاص بشخص هندي على ما أعتقد، يعني هكذا هو التطبيق. كما تشاهدون هذا هو التطبيق حاليا. هنا يمكنك مشاهدة الفيديو، يعني هنالك فيديوهات يمكنك مشاهدتها. كما تشاهدون غوغارديت لفيديو بور ديديكاسي غني ام بوند ان بونج باج ديديكاتيسيل. هذا هو يعني هنا ستقوم بمشاهدة بعض الفيديوهات كمثال والتحصل على النقاط. انا لا اشاهده لان تاخذ بعض الوقت. طبعا كما تشاهدون هنا سيقوم بفتح هذا التطبيق. طبعا هذا الفيديو كمثال انت تشاهده وتحصل على النقاط، انا لا استعمل هذا الفيديو، انت يمكنك مشاهدة هذا الفيديو. كما تشاهدون يعني تنبثق لك يعني بعض النقاط مباشرة عند مشاهدة الفيديو. بالنسبة للطريقة الأساسية لهذا التطبيق هي هنا. هنا ستجد التطبيقات الرائعة. طبعا انت كل ما عليك هنا ان تستعمل في بي ان قبل ان تقوم بالولوج الى التطبيق. كما تشاهدون هذا التطبيق عندما تقوم بتنصيبه يعطيك 1200 نقطة. انت تقوم مباشرة بالنقر على هذا التطبيق، تنقر على كلمة انستالي. سيقوم بتوجيهك عذرا الى يعني الى البلاي ستور. طبعا نقوم بعملية نقر مرة اخرى، سيقوم بتوجيهنا الى البلاي ستور. نعود الى هذا التطبيق هكذا ثم تنقر على انستالي. ننتظر لحظات بسيطة. كما تشاهدون هنا سيقوم بتحويلكم الى هذا التطبيق. هنا تقوم انت بتنصيب التطبيق ان اردت تنصيبه، لكن انا لن استعمل هذا التطبيق طبعا حاليا، ولكن ساقوم بتنصيب بعضها لانها تاخذ بعض المساحه في الهاتف. انت كما تشاهد هنالك يعني تطبيقات اخرى، تقوم بالنقر على انستالي يقوم بتوجيهك الى ذلك التطبيق مباشره ويفتح لك البلاي ستور. تقوم بتنصيبه وتقوم باكمال ماذا يطلب منك يعني قبل تنصيب التطبيق.
هنا سأريكم يعني، هنا يقول لك يعني مثلا هذا، تقوم بتنصيبه ثم تفتح ثم تقوم بالوصول إلى يعني الليفل 6 ثم تحصل على 1200 نقطة. طريقة رائعة جدا صديقي الكريم للربح، على ما أعتقد يعني كل يعني الليفل تتحصل على 150 نقطة. هنا هذا تطبيق يتيح لك 80 نقطة، عذرا 320 نقطة، يعني تنقسم تلك 320 نقطة إلى ليفل يعني كما تشاهدون هنا. كذلك هذه التطبيقات تقوم بتنصيب هذه التطبيقات كما أريتكم، الطريقة سهلة جدا. هذه التطبيقات يعني يوميا سيتيح لكم بطاقات جوجل بلاي أو بطاقات الباي بال. لكل شخص لم يستعمل يعني تطبيقات لربح، هذا تطبيق رائع جدا للربح كما تشاهدون هناك الكثير والكثير. كذلك هنا يعني فيديوهات، على ما أعتقد يمكن أن تفتح هذه الفيديوهات لأن عند استعمال الفي بي ان دائما لا تفتح، لكن معظم العروض تفتح يعني عند استعمال الفي بي ان. كما تشاهدون هذا الفيديو يشتغل معنا، تشاهد هذا الفيديو وتحصل على النقاط. انا لا اكمل هذه الفيديوهات لانني يعني بدءا من اليوم ساقوم بالتقصير في الفيديوهات للمتابعين. طبعا كما تشاهدون اصدقاء الكرام هنالك فيديوهات يمكنك مشاهدتها، هذه الفيديوهات صالحه للاستعمال على الفي بي ان. طبعا هي تاخذ بعض الوقت كما تشاهدون، تاخذ بعض الوقت لانني لن استعملها حاليا لانها تاخذ بعض الوقت كما تشاهدون، تنتظر انت المده وكذلك تتحصل على النقاط في الحساب الخاص بك. وبعد مشاهده الفيديو وعند كل مشاهده اي فيديو تشاهد هنا يعني انبثاق بعض النقاط، انت تشاهد الفيديوهات وتتحصل على النقاط. هذه الطريقه السهله للربح في النقاط. طبعا هذه هي الطريقة، وهناك ما رأيتم أصدقاء الكرام الطريقة سهلة جدا، إما عن طريق تنصيب التطبيقات أو مشاهدة الفيديوهات وتحصل النقاط. طبعا كيف ستقوم بسحب الأموال الخاصة بك؟ طريقة السحب هي عن طريق على ما أعتقد الجيفت كارد. طبعا أنت هنا ستقوم بالتوجه إلى ريكومبنس، وهنا يعني ستجد البطاقات للباي بال، الأمازون، الجوجل بلاي، وهنالك بطاقات للبلاي ستيشن، إكس بوكس، ستيم كما تشاهدون. هذا هو التطبيق. طبعا انت هنا يجب عليك ان تتحصل في الباي بال لكي تاخذ 5 دولار ان تصل 6000 نقطه. الطريقه سهله جدا، هنالك تطبيقات كما اريتكم يعني تصل في مده لا تتجاوز ساعه الى 5 دولارات فقط عن طريق تنصيب التطبيقات. هنالك كذلك بطاقات الجوجل بلاي، هنا بطاقات جوجل بلاي 9500 نقطه. كذلك يمكنك الحصول على 10 دولار عن طريق هذه الطريقه فقط بتحميل التطبيقات او مشاهده الفيديوهات. الطريقة سهلة جدا يمكنك استعمالها والتحصل على بطاقات جوجل بلاي كما تشاهدون. طبعا انت عندما تصل الى يعني الحد الادنى وهو 5 دولار في الباي بال، هنا ستعمل عملية ايشانج، هنا تقوم بهذه العملية وتقوم بابدال يعني النقاط بالاموال وتقوم بسحبها طبعا عبر حسابك في الباي بال عبر بطاقة جوجل بلاي كما تشاهدون. الطريقة سهلة جدا والتطبيق رائع جدا ويستعمله كثير من الأشخاص، وأتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تبقوا علينا بضغطة لايك وإعجاب لهذا الفيديو وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وإلى هنا متابعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأكنتم زوار جدد أو لا تعرفون قناة من قبل، ندعوكم للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. كذلك ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بقناتنا، هناك الكثير من الفيديوهات الربحية والتقنية التي ستفيدكم. كذلك ندعوكم الدخول إلى المدونة الخاصة بنا، هناك الكثير والكثير من المواضيع الربحية والتقنية التي ستفيدكم إن شاء الله. والآن نترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة السبامرز.